لنجعل الأفراح ترسو في شواطئكم ونملأ الخيرات شوقاً في غمائمكم، نلتقي مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة قلة الدواء وارتفاع سعره يضاعف من معاناة مرضى السرطان في عدن، وتمثال الملكة فيكتوريا شاهد على الانفتاح الحضاري في مدينة عدن. معاذ الأصبحي فنان شعبي يقاوم الواقع الصعب للفنانين في عدن. نعاني ولا نستسلم، ننجرح ولا نموت، نحاول أن نعيش رغم أنف شياطين الموت. نذهب إياكم في جولة إخبارية سريعة وأسبوع المدينة. وصلت إلى ميناء عدن للحاويات معدات خاصة بمحطات توليد الكهرباء ضمن معونة إماراتية للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه المدينة في ظل الصيف الحار. وشهدت مدينة عدن خلال اليومين الماضيين أعمال شغب واحتجاجات على الانقطاع المتزايد للكهرباء، تسببت في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار في عدد من الممتلكات العامة. اختتم في مدينة عدن مشروع تنمية نحو السلام، والذي استهدف وعلى مدى 5 أيام أكثر من 100 شاب وفتاة من مختلف الشرائح العمرية. المشروع ناقش قضايا وظواهر مجتمعية بهدف نشر الوعي السليم وخلق أفكار أكثر فعالية لتنمية المجتمع. أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تأهيل 6 مدارس تضررت جراء حرب الميليشيا بمنطقة الفيوش في محافظة لحج، وبتكلفة تجاوزت 70 مليون ريال يمني. مشروع التأهيل يستهدف 16 مدرسة في المرحلة الأولى، ويأتي امتدادا للجهود الإماراتية في دعم قطاع التعليم في المدن المحررة. استفاد نحو 350 مريضا من برنامج الطبيب الزائر الذي نفذته مؤسسة طيبة للتنمية في مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج جنوبي اليمن. البرنامج الطبي المجاني أجرى على مدى أيام 50 عملية جراحية في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة للمرضى من ذوي الدخل المحدود، كما قدم استشارات طبية ومعاينة مجانية لنحو 300 آخرين. قضيتنا في هذه الحلقة هي عن الظروف الصعبة التي يعيشها مرضى السرطان، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها مدينة عدن بعد حرب الإنقلابيين عليها. لنتابع. أطفال تبعثرت أحلام طفولتهم على أسرة المستشفيات، وشباب وشيوخ وجدوا أنفسهم أنصاف أموات أنصاف أحياء. الماء ما لاقيشنا، والكهرباء حين طفوا علينا، والدواء نشتريه من برا، وحالة الحالة تعبانة. القرعة تصلي يعني بعضها إلى 6500، بعضها إلى 3500. يكابد مرضى السرطان مرارة الألم في ظل انعدام الدواء، وتضاف إلى معاناتهم غياب الخدمات التي لم تعد حاضرة هي الأخرى في المراكز الطبية. الماء انقطع باستمرار. هذا ما نشربه ونتغسل منه. العبء الكبير هو موجود في المركز الوطني للعجورام. المركز عنده ساعة سريرية كبيرة، وبالتالي يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى دفع رواتب للكادر الموجود. أكل السرطان أجسادهم وتركتهم الدولة والمجتمع يحيون بأورامهم دون أن يستشعر أحد الألم الذي يصاحبهم، مع كل دقيقة تمر شديدة الوطأة على مرضى لم يعد لديهم ما يستبقيهم أملا على قيد الحياة. عدد المرضى اللي بلغت أعدادهم من شهر يناير 2016 إلى أبريل 2016 اللي هي 648 مريض. جرعات الدواء التي يحتاجها مريض السرطان ليست في متناول اليد لجميع المرضى، فالتكلفة المالية المرتفعة لها وانعدام توفرها في المراكز المتخصصة ضاعف من معاناة المصابين بالداء الخبيث، وتركهم في شقاء دائم هم وأسرهم. الأدوية بصراحة بعضها غالية، والناس أغلبيتهم بضاعها فقر، بعضهم لا يجيد العلاج، لا يجيد يشتري دواء،
وبعضهم يتسلف يتكلف. يعني العاني احنا من نقص في الادويه في المستشفى، والاكثر يعني برا يكسلك وغلق برا. اختفاء او استنفاذ عدد كبير من الادويه، العلاجات الكيماويه، العلاجات الكيماويه ضروريه جدا لوصولها بانتظام ومحفوظة بطريقة صحيحة ووصولها إلى المركز حتى نقوم بأداء واجبنا بالشكل المطلوب. سوء أحوال البلاد منذ ما قبل العام 2011 وحتى بعد حرب الميليشيا والمخلوع صالح على عدن جعلت الوضع الصحي كارثيا فاقدا لأدنى الاحتياجات والمستلزمات الطبية، ما جعل من مرضى السرطان الشريحة الأكثر تضررا. نرحب بالأستاذ عادل سعيد القدسي مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذ لو تحدثنا عن تعطينا نبذة بسيطة عن بداية هذه المؤسسة ومتى افتتحت. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان عدن هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تأسست في العام 2006، وعنوانها يحمل هدفها ويحمل رسالتها وهو مكافحة السرطان. طبعا المؤسسة تقوم على الجهد الشعبي، جهد المؤسسات التطوعية، جهد الخيرين في هذا البلد، وهي تهدف إلى تقديم رسالة توعوية في المقام الأول، كما تهدف إلى أن تحمل كشفا مبكرا عن أمراض السرطان، والعنوان الثالث هو الذي يحمل الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسة لمرضى. طبعا نحن في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان نعمل في ظل ظروف ربما خاصة في الآونة الأخيرة، ظروف صعبة، لكننا مع هذا نحاول أن نقاوم وأن نثبت وأن نستقيم كي نقدم هذه الرسالة، لأن مريض السرطان هو بحاجة ماسة للجهد الإنساني الذي يحاول أن يقدم له خدمة جميلة في هذا الوضع الذي يعيشه. الظروف الصعبة هذه تقريبا هي معروفة للجميع من انطفاءات كهرباء وغيرها، ولكن لو تشرحوا لنا أنتم يعني عن هذه الظروف. طبعا هو الابتلاء بهذا المرض من حيث المبدأ هو أقصى ظرف يعني يعتبر في حياة الإنسان، وجود فقدان الصحة هي أسوأ ما قد يصيب الإنسان. يعني اسم السرطان اسم مرعب، اسم مفزع، اسم مخيف، يعني إذا حل في مكان أصيب الجميع بالرعب والقلق. فإنه موجود أحد من أفراد الأسرة يحمل هذا المرض ويعتبر كارثة بحد ذاتها، فكيف إذا أضفنا لهذه الكارثة ولهذه المأساة الذي يحمله هذا الشخص أن يكون يعني هناك صعوبة في الحصول على العلاج وفي توفير العلاج، كما هو في الحصول على التكلفة المالية الباهظة التي يعيشها مريض السرطان. مريض السرطان يحمل يعني أكثر من هم على عاتقه، ربما الظروف التي مرت بها محافظة عدن سببت قلق يعني بالنسبة لجانب توفير العلاجات، جانب القدرة الشرائية للمريض على استحضار هذا العلاج إن وجد، ثم الجانب النفسي والقلق الذي يضاف إلى مريض السرطان. طبعا المرضى السرطان هم بحاجة إلى رعاية ربما مكثفة أكثر من أي مريض آخر، لأنه يعني السرطان داء يعني يأكل في جسم الإنسان، يأكل في أعضائه، فربما الآلام التي يعيشها مضافة لها الآلام المجتمعية التي هي موجودة هذه تشكل يعني وجع إضافي بالنسبة للمريض. هل يوجد حلول لتوفير الدواء مثلا؟ ومنذ متى يعاني المريض من انقطاع الدواء؟ هل فاقمت المشكلة بعد الحرب أم أنها أساسا موجودة وكبيرة حتى من قبل الحرب؟ شوفي بالنسبة لمريض السرطان كما قلت لك يعني علاجات مرضى السرطان هي يعني علاجات مكلفة إجمالا يعني على مستوى العالم، وأيضا علاجات ربما لا تتوفر بالشكل الكامل. هذا من جانب. طبعا المريض يعاني بشكل كامل، لكن عندما جاءت الظروف التي عاشتها محافظة عدن وعاشتها البلد بشكل كامل تضاعفت معاناة المريض. يعني كثير من الأدوية التي كانت موجودة في الصيدليات وفي المستشفيات نفدت من الأسواق ولم تعد لها مكان، فأصبح مريض السرطان أحيانا يعني يراسل جهات أجنبية في الهند في الأردن في القاهرة حتى يستقلب العلاج الذي يعيش. هذا الناس الذي عندهم إمكانات طبعا، أما الناس الذين لا توجد لديهم إمكانات فهو يظل طريح الفراش حتى يكتب الله عز وجل له العلاج والشفاء من عنده. أما بالنسبة لوجود المرضى وجود العلاجات هي كما قلت لك يعني من قبل هي وجود يعني محدود جدا، وبعض العلاجات لم تتوفر إلى الآن، يعني المستشفيات تصيح
المرضى يصيحون ولم يجدوا أي يعني استجابة في هذا الجانب. طبعا هناك منظمات وهناك مؤسسات وهناك دول أيضا يعني حسب ما علمنا من في الجانب الإعلامي سعت إلى توفير أدوية منها طبعا السعودية والإمارات، لكن جانب السرطان حسب الإفادات الإخوة في وزارة الصحة وفي مكتب الصحة في محافظة عدن أن علاجات ربما لا ترتبط بشكل مباشر في جانب السرطان، ربما لأمراض أخرى كانت موجودة أكثر، لكن في مجال السرطان لم يتوفر الشيء الكثير. نعم، هل هناك تعاون بينكم وبين مثلا الأماكن الأخرى المراكز الأخرى لمعالجة مرض السرطان؟ والله نحن طبعا نحاول نبني علاقة جميلة مع الجميع، لأن رسالتنا رسالة إنسانية في المقام الأول وفي المقام الأخير، ومريض السرطان طبعا هو إنسان مبتلى، إنسان يعاني، فالمفترض أنه الجميع يعني كدولة وكمؤسسات مجتمع مدني كمستشفيات هذا مفترض. ولكن أستاذ أنا لا أسألك عن مفترض، أسألك عن الواقع الآن، هل هناك تعاون جميعا فيما بينكم البين لكي تطالبوا الجهات المختصة لكي تنقذوا مثلا هذا المريض الذي تحدثتم عنه الذي لا يوجد له أحد، ليست عنده إمكانيات ليراسل المستشفيات في الخارج؟ طبعا هناك جهات يعني ربما تفتح صدرها وتتعاون، وربما جهات بحكم الظروف الموجودة يعني لا تسعفها الأوقات لتقديم أي مساعدة أو تنسيق في هذا الجانب، لكن في المجمل يعني نحن نسعى والله عز وجل يعني في خدمة هذا المريض لن يتركه، وربما إذا انتهى هذا السرطان يعني نحمل أمتعتنا ونرحل إلى بيوتنا. طبعا الأمل أن الله عز وجل يعني يشافي المرضى ويعافيهم، الأمل أيضا أن نصنع فرحة في وجوه الناس المتعبة المريضة التي ترقد على الأسرة البيضاء بينما الآخرين يتحركون بأقدامهم، الأمل أن نقدم خدمة صحية جميلة تحاول التخفيف من مرضى السرطان، الأمل أيضا أن نقدم للمجتمع رسالة جميلة أن هذا السرطان هو ابتلاء من ابتلاءات الله عز وجل للإنسان مثله مثل كثير من الأمراض، لا يخيف، أصبح السرطان يعني شيء معتاد في المجتمع، وإن كان يعني نحن نحاول أن نقلل. طبعا نحن في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان نحاول نقدم الرسالة التوعوية على اعتبار المثل القديم الذي يقول الوقاية خير من العلاج، فأنا أعتبر كثيرا ما أمثل بهذا المثل أنه السرطان حنفية مفتوحة الآن تصب المرض إلى المجتمع، والجميع حاول ينشغل بمسح ما تصب هذه الحنفية لكن لم يفكر أحد في إقفال هذه الحنفية. فنحن نطالب يعني كمؤسسة وطنية، نطالب الدولة، نطالب وزارة الصحة، نطالب كلية الطب، نطالب الجهات المختصة أن تعمل على يعني إقفال هذه الحنفية بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. يعني بالنسبة لنا المفترض أنه يكون في نزولات ميدانية إلى بعض المناطق التي تتسع فيها هذه السرطانات، نعرف ما الأسباب، الأسباب بيئية، الأسباب غذائية، الأسباب يعني ربما نحن نعاني من كثير من الأشياء التي ترافق الإنسان في هذا الوطن من استخدام التدخين، القات، التنبل، الشمة، بعض المأكولات التي يمارسها المواطن عادات كلها تكون يعني سبب من أسباب هذا السرطان. فنحن نتأمل والأمل بالله عز وجل الكبير أن نصنع شيئا جميلا لهذه الفئة المستهدفة. الأستاذ عادل سعيد القدسي مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان عدن كنت معنا في هذا اللقاء، أشكرك جزيل الشكر. الأوضاع في عدن قد بلغت مبلغها من السوء، ففي ظل رداءة الخدمات يعاني المرضى من سوء الخدمات ليجعل معاناتهم تزداد من معاناة جسدية إلى معاناة روحية أيضا. حكايتنا لهذه الحلقة هي عن تمثال الملكة فيكتوريا الذي أزيح عنه الستار عام 1906 للميلاد، حاكمة إنجلترا وإيرلندا والهند في ذلك العصر، والذي أطلق عليه بالعصر الفيكتوري. في عدن تحضر الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا والهند بهيئة تمثال شيدة قبل أكثر من قرن، ولا يزال شامخا وشاهدا على فترة من تاريخ المدينة.
يقف تمثال الملكة الذي لا يتعدى طوله 4 أمتار ويزن نحو 2 طن، ومعه يتذكر الزائر لحديقة فيكتوريا عالماً لم يعد موجوداً. النحاس والسبائك البرونزية على يد النحات البريطاني الشهير جون تويت، وتم طلاؤه باللون الأخضر الغامق. بدأت حكاية التمثال في العام 1905 وبعد وفاة الملكة فيكتوريا، حيث شيد تخليداً للملكة من قبل تجار عدن، واختيرت منطقة الهلال بالتواهي موقعاً له، وسميت فيما بعد بحديقة فيكتوريا. في 24 من مارس من العام 1906 أزيح الستار عن التمثال وسط احتفالية شاركت فيها فرقة حرس الشرف. وبعد 5 أعوام قدم الملك جورج الخامس إلى مدينة عدن لزيارته. ظل التمثال منتصباً في منطقة الهلال بالتواهي حتى عام 1967 للميلاد، وعند اندلاع الثورة في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني نقل عبر حاوية ووضع في مبنى السفارة البريطانية خشية أن يتعرض للإهانة والتخريب على يد الجماهير الغاضبة. وهناك من المؤرخين من تحدث عن الاحتفاظ بالتمثال في المتحف العسكري بكريتر إبان الحكم الاشتراكي. وفي العام 2002 الذي صادف اليوبيل الذهبي لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، أقيمت في عدن احتفالية تم فيها إعادة نصب تمثال الملكة فيكتوريا في موقعه السابق في حديقة التواهي بعد غياب دام 35 عاماً. الميليشيا على عدن في العام 2015 تعرض تمثال الملكة فيكتوريا لطلقات نارية، إلا أن وجه التمثال ما زال سليماً والملكة ما زالت تحافظ على تعابير وجهها الصارمة وتاجها المتألق المزدان على رأسها، ولا تزال عطفات فستانها الملكي المخملي شاهدة على معتر التمثال والحديقة التي سميت باسمها من إهمال وتقصير. شأنها شأن جميع المعالم السياحية والأثرية والحدائق والمنتزهات العامة المنسية من الصيانة والترميم. Thank you.
ورغم كل ذلك تظل الملكة فيكتوريا شاهدة على فترة زمنية من تاريخ عدن، وتظل حديقتها في التواهي قبلة ومزارا لكل زائر لهذه المدينة التي تحتضن بين شوارعها وأحيائها الكثير من المعالم والشواهد العريقة. ما وجود هذا التمثال هنا إلا كدليل على أن مدينة عدن كانت منفتحة على العالم قبل أن يهلكها نظام الحكم السيء والحرب. فهل ستعود مدينة عدن إلى سابق عهدها؟ وهل ستنتهي آلة الحرب والدمار؟ مع الغناء والفن نلتقي مع ترانيم الدان وأصوات الدف مع وجه المدينة لهذا الأسبوع الفنان معاذ الأصبحي. لطالما استهوته الموسيقى فترجم أحاسيسه طربا يصدح بها في سماء الوطن. هو فنان عدن الشعبي معاذ الأصبحي، عرف الفن مبكرا وسجل حضورا واسعا في مسيرة الفن الشعبي اليمني. بداية الفنية بدأت من الثانوية، عندما كنت بالثانوية كان كل الزملاء والمدرسين كانوا يسمعون صوتي حلو هذا. بعدين طلقت من الجامعة، دخلت جامعة كلية التربية. بعدين بعد ما دخلت الجامعة طب كان في أسبوع الطالب الجامعي، كان أي حفل أسبوع الطالب الجامعي، حفلات تخرج، بدأت من هنا انطلقت. الأصبحي مع نخبة من الفنانين فرقة دان عدن الموسيقية بآلات تقليدية بسيطة، إلا أنها تجاوزت بمهارة عازفيها حدود الإبداع لتخترق مسامع الجماهير، فهيجت بأنغامها مشاعر وجدانية، تذوقت المعنى ولامست شجون اللحن الشعبي اليمني بكل ألوانه وتعدد مقاماته الغنائية، فمن اللون العدني إلى الغناء اللحجي فالصنعاني وألوان أخرى. نقيد كل الأغاني الشعبية، اللون الصنعاني، اللحقي، العدني. معانا فرقة ولها اسم ولها صيد داخل عدن، فرقة دان عدن الموسيقية، طبعا بقيادة المايسترو العازف اللي معانا الأستاذ وضاح دعبش، والفنان أحمد قاسم، والعازفين رواد وأصيل. وهذه الفرقة المكونة معانا طبعا تتكون من أرد، ما عاد فيش الآلة الحية، مش موجودة إلا بس مضافة حاجة بسيط، يعني أرد وإيقاعات خفيفة. أحيت فرقة دان عدن موروثات غنائية شعبية كانت ولا زالت متعمقة في جذور الأصالة اليمنية، ولم تنفك يوما تغيب عن ذاكرة اليمنيين، ولم تفارق مجالسه. عدن والله المعوقات، يعني من ناحية ان احنا يعني مهضومين داخل عدن، مش انا يعني، في ناس كثير داخل عدن، فنانين كثير وفي اصوات جميلة داخل عدن، بس مهضومين جدا.
الأصبحي وفرقته الموسيقية حضور شعبي متنوع في المحيط الاجتماعي، فالفرقة لا تغيب عن المشاركة في المحافل والمناسبات الشعبية. ومع كل لون غنائي تؤديه تحرز معه تقدما متسارعا رغم حداثة تأسيسها التي لم تتجاوز العام. يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان فلستهام مقيم مقيم ليس كل من عرف الهوى للحرب ومآسيها تأثيرات على الفن أيضا، فالحرب التي أوقفت كل شيء في عدن بعنفها لم يكن الفن وصانعوه ليسلموا منها، وإن كانت ألحانا تنشد الجمال والمحبة والسلام. الحرب يعني وقفت كل حاجة، يعني كل شيء مقطوع من كهرباء من ماء من أكل، يعني عشت حالة يعلم بها الله. لم يقتصر فن فرقة دان عدن على اللون الشعبي وحسب، بل امتدت حبالها الصوتية لتلامس الغناء الشرقي في المحيط العربي، مذكرة الجماهير العربية بأن اليمن ولادة دوما بالمبدعين في مجالات الحياة. أجانا ملتقى الجامعة العربية في مصر، جلسنا هناك مع الدكتور العبادي، جلسنا في منطقة الجنوب بالأقصر اسمها مكان المعابد، اسمه ملتقى الجامعة العربية. فحزنا على المركز الأول طبعاً جامعة عدن، لأن إحنا الحمد لله نجيد جميع الأغاني. كثيرة هي محطات الإبداع في الساحة اليمنية والتي لم تجد يداً ممتدة لموهبتها، وما فرقة دان عدن الشعبية إلا واحدة من بين العديد من الأصوات المهمشة على طاولة الإهمال لم يشفع لها لحن توثق فيه تراث وطن بأكمله. يأبى اللسان أن يقول وداعا، ولكن سنقول إلى اللقاء وألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.